السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. في الفيديو ده نتكلم عن ترتيب فرق الدوري الفرنسي طبعا ال 2020-2021 وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الجديد. مبدئيا كده نتائج المباريات، خليك عارف ان باريس سان جيرمان ما لعبش مباراتين لحد دلوقتي، مباراة في الجولة الأولى تأجلت له علشان مباراة البايرن، ومباراة في الجولة الثانية اللي هي هيلعبها يوم 10/9 بإذن الله تعالى. نتائج مباريات الجولة الثانية بقى من الدوري الفرنسي، ليون فاز على ديجون 4-1 يوم الجمعة 28، يوم السبت رين فاز على مونبلييه 2-1، نيس فاز على استراسبورج 2-0، اليوم الأحد 30/8 ليل فاز على ستاد ريمس 1-0، بوردو فاز على أنجيا 2-0. ممكن أنجيا دي بقى أقراها غلط، يعني لو يا ريت تصحح لي في التعليقات. موناكو فاز على ميتس 1-0، ونانت فاز على نيم أولمبيك 2-1، وسانت تيان فاز على لوريان 2-0، ومارسيليا فاز على بريست 3-2. الآن نتعرف على ترتيب فرق الدوري الفرنسي، ترتيب الهدافين طبعا الجولة بعد الجولة الثانية. زي ما قلت لك قبل كده الموضوع مش هيبان إلا بعد انتهاء الجولة الثالثة كمان، مش كده؟ مبدئيا نتائج المباريات بعد الجولة الثانية، أو عذرا ترتيب فرق الدوري الفرنسي بعد الجولة الثانية. في المركز الأول نيس ب6 نقاط، في المركز الثاني بوردو ب4 نقاط، يتساوى معه في النقاط موناكو في المركز الثالث ب4 نقاط ايضا، ورين في المركز الثالث ايضا ب4 نقاط، في المركز الرابع نانت ب4 نقاط ايضا، ويتساوى معه ليل ايضا في المركز الرابع ب4 نقاط. اما في المركز الخامس نيم اولمبيك ب3 نقاط، المركز السادس ليون ب3 نقاط، سانت تيان في المركز السابع ب3 نقاط، مارسيليا في المركز الثامن ب3 نقاط، لوريان في المركز التاسع ب3 نقاط، انجيا في المركز العاشر ب3 نقاط. في المركز الحادي عشر ستاد ريمس بنقطة واحدة، باريس سان جيرمان لسه ما لعبش فهو في المركز 12، هو أما يجي في يجي في المركز 13 لانس ملوش نقاط، مونبلييه في مركز 13، وميتز في مركز 14، ديجون في مركز 15، استراسبورج في مركز 15، بريست في مركز 16، كل دول بدون نقاط. أما عن ترتيب الهدافين، عندنا في صدارة ترتيب الهدافين اللاعب ممفيس ديباي لاعب ليون ب3 أهداف، في المركز الثاني جوناثان بامبا لاعب ليل بهدفين، ويتساوى معه أمين غويري لاعب نيس، وبنوا بادياشيلي بنوا باجياشيلي لاعب موناكو، وكاسبر دولبرغ لاعب نيس، ورومان حمومة لاعب سانت تيان، والاسم ده كاليتا كار تقريبا لاعب مارسيليا بهدفين ايضا. مركز ثالث اندريا جوتو لاعب نانت بهدف واحد، وبولي ديا لاعب ستاد ريمس، وداميان دا سيلفا لاعب رين، وغايل كاكوتا لاعب لانس، وعمران لوزا لاعب نانت، وجوش ماجا لاعب بوردو، وموسى كوني لاعب نيم اولمبيك، وبيير يافاس لاعب لوريان، ورومان فيليبيوتو لاعب نيم اولمبيك، وكذلك اللاعيبه اللي حضرتك شايفها دي. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الفرنسي طبعا الجوله بعد انتهاء الجوله الثانيه من الدوري الفرنسي 2020 و2021. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لك الفيديو ونراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.